وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي من أمام مستشفى الشفاء، كشف عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 9770 بينهم 4800 طفل و 2550 امرأة. كما ارتفع حصيلة هذه المجازر والتطهير العرقي إلى 9770 شهيدا، منهم 4800 من الأطفال و 2550 من السيدات و 596 مسن. كما شهد هذا الشهر أيضا إصابة 24808 مواطن بجراحات مختلفة. وناشد القدرة كافة الأطراف توفير ممر آمن وتدفق المساعدات الإنسانية والصحية والوقود والطواقم الطبية بشكل عاجل إلى غزة. إننا نناشد كافة الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية بضرورة توفير ممر آمن والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والوفود الطبية بشكل عاجل وفوري إلى مستشفيات قطاع غزة، حيث أن هذه المستشفيات الآن عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية لجرحى العدوان الإسرائيلي ومرضى قطاع غزة.